السلام عليكم ورحمه الله. من الاحوال شراكم الاحباب، اليوم نحكو على الاسباس ونحكو على الظواهر الطبيعيه، نبدلوها ديريكت من لا بوليتيك نروحو ديريكت من الاسباس. بارطاجي معاكم برك واش سمعنا واش شفنا كاخبار اللي راهم داروها اليوم. قال لك لقاو واحد ليكزو بلانيت. مش معناتها إكزو بلانيت، معناتها بلانيت صغيرة كما الأرض تاعنا، تشبه الأرض. وين لقاوها؟ لقاوها في منطقة منطقة الحياة، هما يسموها هكذا منطقة أبيتابل، تسمي تعايش، منطقة تعايش تقدر تعيش فيها أبيتابل. بارسكو لا كان دي زيكزو بلانيت، هذو البلانيت الصغار اكزو بلانيت متواجدين في مناطق ما تعيشوش فيها الانسان، ما كاش فيها المعيشه. وكاين دي زيكزو بلانيت قالك يتعدوا على الاصابع، موجودين في مناطق في دي ريجيو، هما اللي كلاصاوه، هما اللي داروا كلاسمون تاع لي ريجيو ابيتابل، موجودين في اقسام تاع التعايش. لقاو وحده اليوم ماشي بعيده بزاف، راهي الدور على السمش، قالك تشبه الارض. نسيت اسكو لقاوها في المجره تاعنا ولا مجره اخرى، نسيت هذه. هو استعملوا عن طريق هذاك اسمه جيمس واب، هذاك التلسكوب العملاق تاعهم، هذاك بيجو، هذاك ابتكار رائع. هذاك هو اللي ديكوفراها وجابوا عليها تصاور، لقاوها باللي تشبه فيها الخضوريه، فيها شويه زروقيه، وقال لك فيها الماء على شكل ليكيد، على شكل سائل. تسمى بدات الامور تبان، بدات باللي قريب ان شاء الله نرحلوا، نرحلوا ندوا الجزائر، الجزائريين وكل نكريو من ديكزو بلانيت جزائريه الجيريان، رحلوا كاع الجزائريين فما تناو درك يوليو يديروا لنا كاع دي تران دي زافيون ترانسبور باللي زيكزو بلانيت هاي جايه. نقول جماعة اللي راهم في الجزائر واللي راهم في الإترونجي، الجزائري راهم ساكنين او بور دي فلوف، اللي على الحدود تاع النهر ولا تاع الوديان الكبار اكسيتيرا، غير يبيعوا ويرحلوا. الدعوة راهي سافا با، الدعوة راهي سافا با. الكاليفورنيا هذه مش بعيدة في امريكان، راه صراو فيها فيضانات كبيرة، دي ديلوج، فيضانات كبيرة وانجرة في التربة كبير بزاف، تصبت فيها واحد الأمطار انكرويابل. قالك هذا كاع مربوط بالريشوفمون كليماتيك هذا وطبقة الأوزون اللي راهي تواسات. مي قالك باش هذه تحبس لازم حتى 2040، معناتها الظواهر الطبيعية الغير معتادة هذه تبقى مستمرة حتى 2040، معناتها اكتمال غلق ولا طبقة الأوزون، باسكو طبقة الأوزون هي تداوي في روحها، راهي تسكر بلا عقل، باسكو هما حبسوا لي برودوي تاع إيفيت سير يديروا المشكل هذا، اللي يستعملوا بزاف الكربون ومش عارف، ما نعرفش الدومين هذا مليح. ولكن راهم يسكنوا في المناطق هذه وين كاين الماء والوديان والانهار اكسيتيرا، غير يرحلوا بها، راح يصراو فيضانات كبار وكبار جايين في الطريق باش هذه تحبس حتى 2040 باش ترجع الطبيعه العاديه، الكليما العادي. المهم اليوم وفيناكم بالاخبار عن السباس. مازال حاجه، ايه الروس راهم راح يبعثوا فيسو سباسيال باش يجيبوا خاوتهم الرواسة اللي راهم حاصلين في القمر. علاه؟ لان الفيسو نتاعهم ضرباتو ميتيرويد صغير بالمليمتر، صغير بصح بلا فيتاس تاعو هذاك، القوة الكبيرة قعرو ما يقدروش يروحوا بها، محاصلين مسافر. الو راح نبعثوا لهم دي زاسترونوت اخرين رواسة باش يرجعوهم. مساكن نورمالمون عندهم 6 شهور وهم فما، نورمالمون يروحوا درك، بصح مازالوا حاصلين. الوغ كي يلحقوهم الاخرين يزيدوا يقعدوا 4 شهور
دو بلوس باش يروحوا مع في رحبه كيما يقولوا جماعه معنا. هذه يا خاوتي واش بارطاجينا معكم، حكينا شويه على الاسباس اكزوبلانيت اكسيتيرا، وان شاء الله تعد اكزوبلانيت للجزائر. السلام عليكم ورحمه الله.